جدا. نحن الآن على وعد يومين لزيارة جلالة الملك إسبانيا للمملكة المغربية، وبالتالي فهذا مناسبة مهمة لإدخال فيها ضيف شرف إسبانيا. إسبانيا جارة، إسبانيا تشترك معها مشاكل تاريخية وثقافية وحضارية ولغوية وبشرية وإنسانية متعددة، وبالتالي فطبيعي على المستوى الثقافي يكون الحرص على أن يكون هناك تقاسم تبادل ثقافي قوي جدا بيننا وبين الجارة إسبانيا. Merci. Merci. Bonjour. Muchas gracias.